معنا بشأن هذا الموضوع من باريس سيد عمران منصور المحامي المتخصص في شؤون المهاجرين، مرحبا بك. ماذا يعني أن تخرج تظاهرات في 50 مدينة أوروبية للمطالبة بوقف الملاحقات التي تقوم بها الحكومات ضد المنظمات العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر؟ شكرا على الاستضافة، مساء الخير لك. حياك الله. مساء في الحقيقة هذا أمر جيد، أعتقد أنه هو رد فعل جاي على الأمور التي قامت بها الجميع المتطرف في أوروبا من ناحية القيام بمظاهرات ضد المهاجرين وما لحق بهذا من تأثير على السياسات الأوروبية فيما بينها. حتى الأمر الجيد أن الآن بدأ الشعور ينمو أن المهاجرين الذين يهاجرون أو بنقول اللاجئين الذين يسكنون أوروبا هم مضطرين للهروب والنجاة بحياتهم بالوصول إلى بلد آمن في أوروبا. لأنهم تطرف يعمل بشكل قوي على إظهار أن هذه الحركة خلال هذه 7 سنوات الماضية تؤثر على أوروبا وعلى ثقافاتها، والحركات المضادة تثبت أن هؤلاء هم مضطرين ويجب حمايتهم وتقديم المساعدة. طيب هذه الجهود الأوروبية سيد عمران، هذه الجهود الأوروبية لوقف موجات اللجوء، إلى أي مدى ستتمكن يعني أوروبا من إلقاء هذه الأزمة إلى دول الشمال الأفريقي كما تريد؟ عدة قوانين صدرت بهذا الخصوص، يعني من ضمنها قوانين مشتركة في بروكسل ما بين الدول، ومن بينها أيضا قوانين وطنية داخل كل دولة على حدة فرنسا أو ألمانيا. الحقيقة لا يمكن أبدا إيقاف هذه الموجة، ولكن ربما يمكن تأخير وصول اللاجئين إلى أوروبا. نحن نعرف أن البوابة القوية حاليا هي المغرب، لأنه تم محاصرة أغلب اللاجئين في مثل في اليونان أو في تركيا، تم إيقاف هذا الباب أو إغلاقه بشكل كبير جدا يعني، ومن ضمنها أيضا في إيطاليا من قبل السلطات الإيطالية في الجزائر وفي ليبيا أيضا. الأمر المقترح ومن الاتحاد الأوروبي هو بناء معسكرات للاجئين القادمين وإيقافهم على حدود شمال أفريقيا وليس داخل أوروبا يعني، ودراسة طلباتهم هناك تلك المعسكرات لمعرفة هل لهم الحق في اللجوء في أوروبا أو رفض طلباتهم. نعم، ما الذي يمكن أن تقدمه يعني دول أوروبية لحكومات المهاجرين من أجل القبول باستضافة لاجئين في دول أخرى غير أوروبا؟ أم أن أزمة اللاجئين يعني ستمثل عبئا جديدا على هذه الدول المضيفة الجديدة؟ أعتقد أن جميع الدول التي طلبت بالشراكة الند كما أعلن وزير الخارجية المغربي قبل يومين، وطلب الاتحاد الأوروبي بالمشاركة ند بالند في قضية اللاجئين، هي طلب المساعدات المالية. أغلب الدول التي تطالب بهذا الأمر طالب بمساعدات مالية، حتى الخلاف الذي نشب بين فرنسا وإيطاليا بهذا الخصوص كان بخصوص المستحقات التي تقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي يصلها اللاجئين في الدرجة الأولى، يعني مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وغيرها. المساعدات سوف تكون بشكل مساعدات مالية، وربما أيضا بشكل مساعدات آلية، يعني تقديم أفكار وتقديم مؤهلين للقيام باستقبال هؤلاء اللاجئين ومعرفة قضاياهم ودراسة أمورهم ومتطلباتهم في الدول خارج الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها طبعا شمال أفريقيا، منها بشكل قوي الآن هو المغرب التي تعاني بشكل كبير بسبب ما يصلها من لاجئين. نعم، ربما استمعت إلى نبأ رفض النمسا طلب لجوء من شاب عراقي على الرغم من زواجه بنمساوية، كيف تفسر هذه الظاهرة؟ وهل من أمثلة أخرى على رفض طلبات اللجوء؟ طبعا لدينا رفض طلبات كثيرة جدا في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد صدور القوانين. مثل ما يعني أنا عايش في باريس، أغلب الطلبات التي قدمت وكان صاحبها قد مر من إيطاليا أو إسبانيا، الآن بعد دراستها ربما لمدة 2 أو 3 تم رفضها الآن، ولدي حالات عديدة في ترحيلهم الآن إلى الدولة التي وصلوها أولا، يعني إلى إيطاليا أو إلى دول أخرى. بالنسبة للقضية التي سمعت عنها، هي شاب عراقي، يعني الدولة النمساوية رفضت أعطاه صفة لاجئ، ولكن خلينا نكون حذرين بهذا الأمر،
لم تمنعه من زيارة زوجته، لأنه بالأصل هو موجود، هو وصل للنمسا يعني، وحتى كان معلومات أنه هو كان يعني خاضع لدورة تعليمية في مجال الطبخ أعتقد، وهو تعرف على البنت عن طريق المنظمات التي قدمت إلى العراق لمساعدة النازحين في العراق. أعتقد أنه شاب هي أقرب إلى النكتة، لأنه الخبر لا أعتقد أن السلطة سوف تقول له تخاطب زوجتك، ولكن سوف يمنعون بوضع تصفة لاجئ في النمسا يعني، ولكن سوف يقوم بزيارات لزوجته وربما الإقامة فيما بعد على أساس آخر يعني، مثل الإقامة على أساس العمل أو على أساس طلب الزواج. هذه الأمور تجري في أوروبا بشكل سلس، ولكن لن يكتسب صفة اللاجئ، هذا هو الأمر الذي حصل بشكل بسيط جدا. منظمة العفو الدولية ذكرت أن النساء اللاجئات في اليونان يعانين إهمالا وأوضاعا صعبة، إلى أي مدى تقوم المنظمات الحقوقية في دورها بحماية اللاجئين؟ المنظمات الحقوقية يعني بآخر فترة بصراحة هناك تقصير كبير في هذا المجال، ولعدة أسباب يعني، منها المادية، منها أسباب القوانين التي صدرت في آخر 4 شهور في أوروبا بشكل عام، وأيضا السياسات المتبعة حتى من الإعلام أيضا في توجيه اللوم على اللاجئين لأنهم سبب لكثير من المشاكل في أوروبا. المنظمات الحقوقية سوف تحاول أن تقدم ما تستطيع، ولكن القوانين الجديدة يجب على هذه المنظمات الالتزام بها، وهذه القوانين أغلبها تصب في مصلحة الدول التي تمنع ورود اللاجئين إلى أوروبا. نعم سيد عمران منصور، محامي متخصص في شؤون المهاجرين، شكرا جزيلا لك.